بمشاركة 20 مؤسسة اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعالية رش العمل الخاصة بالتطوير والتقييم المؤسسي للمؤسسات والجمعيات والمبادرات الإنسانية التي تنفذها مؤسسة سواعد الخير الإنسانية بالتنسيق مع مركز شغف للتدريب. التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل وضاح الشليلي. بمشاركة 20 مؤسسة اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتطوير والتقييم المؤسسي للمؤسسات والجمعيات والمبادرات الإنسانية التي تنفذها مؤسسة سواعد الخير الإنسانية بالتنسيق مع مركز شغف للتدريب. اختتام الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة سواعد الخير الإنسانية، يهدف القائمون على تنفيذها إلى إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة في تطوير أعمالهم داخل المؤسسات بحسب ما أكده الدكتور علي الدويل رئيس المؤسسة. من ضمن أنشطة مؤسسة سواعد الخير في اليمن إقامة دورات متعددة في التدريب والتأهيل لعدة مؤسسات ميدانية، منها مؤسسات منظمة المجتمع المدني، وهذه الدورة هي عبارة عن مؤسسة التقييم المؤسسي، بمعنى ما هي المعايير والأنشطة والبرامج التي ينبغي للمؤسسة أن تكون حاضرة فيها. فسعت مؤسسة سواعد الخير الإنسانية أن تكون لها بصمة مع منظمات المجتمع المدني في الداخل، وإن شاء الله هذه الدورات ستليها عدة دورات مختلفة. الورشة التي استمرت على مدى أسبوع استهدفت 100 مستفيد عبر مرحلتين تضمنت التعرف على مفهوم التطوير المؤسسي وأهم الركائز الأساسية في بناء التطوير والتقييم وتحسين الأداء المؤسسي. تهدف هذه الورشة إلى تطوير مستوى هذه المؤسسات والانتقال بها إلى مرحلة تالية في تقديم عطاء أكبر لجمعياتها ومؤسساتها المحلية. صراحة استفدنا كثير من هذه الدورة في تطوير المؤسسة وفي مجالات المؤسسة وكيف نطور أشغالنا يعني وأعمالنا في المؤسسة يعني. نتائج الدورة بإذن الله تعالى ستخدم الكثير من المؤسسات والجمعيات المشاركة، علما بأن المشاركين في ورشة العمل هذه أغلبهم رؤساء جمعيات ومؤسسات. عملية التقييم والتطوير هذه بتهدف إلى رفع من عمل المؤسسات في مجال بشكل عام التنموي والخدمي بالنسبة للمرأة أو الطفل أو المجتمع بشكل كامل. معرفة إجراء تقييم عملي للأداء المؤسسي والمساهمة في تعزيز قدرات وإمكانية العاملين في المؤسسات المجتمعية بعدن هو ما أشارت إليه ضابط قطاع الحماية في المؤسسة هند الحربي خلال مراسيم التكريم التي شهدتها الدورة في آخر يوم لها، خاصة في مواضيع التطوير التنظيمي وإدارة الجودة العالية وبما يسهم في تطوير العمل المنظم والداعم في خدمة المجتمع. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي عدن.